رجعنا لكم بعد البريك من 360 وهالمرة تنكف الجزء الثالث من أغنية وافترقنا لفضل شاكر. مثل ما معودنا سعيد المروق على الأجواء الدافية بنصحكم تحضروا هيدا المقطع لأنه رح نشوف برد وليل ونار وكتير قصص معقولة تحبوها. خلونا سوا ننتقل لنشوف كيف كانت هالأجواء مع سعيد وفضل ألكساندرا ووائل. ميوزيك والكاميرا اكشن يلا هودي يلا كات نرجع نعيدها كبيت كب المونتون تعبان كاميرا اكشن طلع فيها فضل يس وائل وائل انا رحت مع بعض ريح حالك فضل اكثر يعني اقعد ريح حالك اكثر يس الو Alexandra, take the picture out. And tell them that you have surprise. Come on, zap it after, zap it after. You know that for you, it's a hello. هلا بشرفكم ما حبيتوا الحطب وحسيتوا حالكم دفيانين انتبهوا ما تولعوها بقلب البيت. هلا المهم خلونا ننتقل للجزء الرابع من الميكينج ونشوف كيف كانوا الاولاد الصغار عم يلعبوا وكيف كانت هالذكريات الحلوه. مش معقول هالسعيد كل ما نحضر كليب وكل ما نحضر ميكينج بنقول سعيد عم ياخذنا لطفولتنا بحببنا نرجع اولاد صغار. هون بدي الفت نظر المشاهدين لمشاركه الفنان اللبناني القدير عبد الله الحمصي المعروف باسعد بالتمثيل. اشتقنا له كثير ونحن بنحبه. خلونا سوا ننتقل لنشوف الميكينج. وافترقنا يوم اللي بعدنا احترقنا وافترقنا وكان الليل كان الليل حضن وسرقنا وافترقنا يوم اللي بعدنا احترقنا وافترقنا كان الليل كان الليل حضن وسرقنا بس الغرام فينا بقي محمد مطرح عمي وجعفر انت تعالى قرب يلا تعالى قربي 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 فت على الحجر غريبي ما تيجي حد منه وقربي صح وانت محمد قربي 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 ايوه وزان ايوه كاترينا قربي ايه فبورا بس الغرام فينا ايوه استاذ عبد الله بتخلي السنارة عم تصطاد انت يعني ما تشيلها كثير بس قلت هيك تحضن كاترينا بتقربها لعندك اكثر اوكي هيك بدنا نكون نحن اوكي يلا بنرجع من الاول جعنا لماضينا سوا جعنا بالماضي
العجز. لا شوية ارجعي. العجز. لا شوية يا كاتالينا. ضربي الشمال اللي عندي. ايه بس ايه. زرع ايه يا شمال. ايه. متحكي كاتالينا. ولا فيه.